لم يغب اسم شيخ المدربين الراحل عمو بابا عن أذهان العراقيين أينما كانوا، حيث اختتمت عصر أمس في مدينة سيدني باستراليا بطولة الوفاء الكروية الثانية للراحل عمو بابا، والتي أحرز فريق الرافدين لقبها بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق السريان الكاثوليك بخمسة أهداف مقابل هدف، والتي جرت على ملعب نينوى. شوط المباراة الأول انتهى بثلاثة أهداف لصالح فريق الرافدين الذي وصل للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق الصقور. أما فريق السريان الكاثوليك فقد ترشح بعد فوزه على فريق أسود العراق بفارق ركلات الجزاء الترجيحية. هذا وقد شاركت في البطولة فرق نجوم الكلدان وصقور المندائيين والسريان الكاثوليك وفريق الأهواز والصقور ومندائيي ليفربول والرافدين والنصر الذهبي وفريق بابلون وفريق التحرير وفريق أسود العراق. والله يعني سعيد جدا اليوم لأنه أكملنا بطولة عمو بابا يعني بنجاح، يعني ما أريد أقول نجاح كبير لكن نقول الحمد لله لأنه جمعنا هذه الشريحة الكبيرة من الإخوان شعبنا العراقيين اللي موجودين هنا في أستراليا في سيدني، الحكام العراقيين، الناس اللي موجودين كلهم، يعني أرضية الملعب عراقية لأنه نادي نينوى. فبكل الأحوال هذا الرجل يعني اللي فقدناه ولو إحنا كلنا ذاهبون أو قلنا راحلون الله يرحمه وإن شاء الله مثواه الجنة. صراحة بطولة عمو بابا الكابتن الكبير بصراحة مثل رمز العراق هو للوحدة العراق بصراحة الكابتن، وإحنا استمتعنا هنا بهاي البطولة. يعني هاي البطولة الثانية بالنسبة لعمو بابا وقبلها بطولات أخرى قيمت في أستراليا وعندنا خامات رياضية حلوة ومن أجل رفع اسم العراق. شخص عزيز علينا وعلى العراق كله وخدم الرياضة العراقية هو المدرب الكبير عمو بابا، ونشكر جهود كله من قام بهاي البطولة.